بحفاوة ورحابة صدر تمضي الحاجة فاطمة يومها في بيع اللحوح في سوق الباب الكبير، إذ لم يقعدها كبر السن ومشقة الصيام عن ذلك، حيث يعد رمضان موسماً مناسباً لاستهلاك كميات أكبر من اللحوح. لما يشترى وبيع يكون قديم متأنس، أبيع وأجزاع أمانة. الوضع المعيشي الصعب نتيجة الحرب والحصار جعل من الحجة فاطمة ونساء كثيرات يتخذن من بيع اللحوح طريقة لكسب المال وإعالة أسرهن، حيث يقمن بإعداده في المنزل بعد خلط مكوناته ووضعه على النار حتى يأخذ شكله المألوف، وهو ما جعل من ترويجه وبيعه المهنة الأكثر شيوعاً في الوسط النسوي بمدينة تعز. نستفيد ما نجزع يومنا، نجزع انفسنا، انا معناش لا رزق ولا معناش لا عملنا ثنتا، نشتري دقيق، نشتري قليل طماطيس، قليل بطاطا، روحنا. يقبل الجميع على شراء هذه الوجبة في موسم رمضان بشكل ملفت، إذ يدخل في وجبة الشفوت ذات الصيت الواسع والمفضلة للجميع على كثير من الأطباق الموجودة في مائدة رمضان لفوائدها الصحية المتعددة. الشفوت بالذات واللحوح في رمضان والسلطة في وجبة العشاء كلها ذوق رفيع في رمضان. من غير شفوت صراحة رمضان صعب، فالوجبة أنا عن ذاتي الوجبة الشفوت، وجبة الشفوت مهمة جدا لي بالنسبة لي وبالنسبة أعتقد لكثير من الناس. وسط هذا الزحام يحرص الناس على نيل حصتهم من اللحوح، حيث يفضلها الجميع على مائدة الإفطار طيلة شهر رمضان. ارتبط اللحوح بشهر رمضان إذ يعد وجبة رئيسية في المائدة الرمضانية ولا يمكن الاستغناء عنه، ويقبل الجميع على شراء هذه الوجبة من هؤلاء البائعات المنتشرات في جميع أسواق تعز. مها علي، قناة بلقيس، تعز.